قسايم الصناعية، عشرة فلوس، شويخ الصناعية، تجاذبات سياسية، اجتماعية، اقتصادية. كوزير التجارة أتكلم في الجانب الرسمي، ما هو صحة ما يقال بأن المتر بعشرة فلوس، بينما اتحاد الصناعات يقول هالكلام هذا غير صحيح. أتكلم بصفتك وزيرا للتجارة والصناعة في هذا الملف تحديدا، شلون تنظرون من الناحية الرسمية؟ طبعا عشر فلوس ما أعتقد عشر فلوس، ولكن خلينا نقول بثمن بخس. بثمن بخس ايه؟ لا زالت ايه طبعا. شوف أنا كنت أقضب قياديين المؤسسة أقول له أحلفك بالله لو هذه الأرض لك أو لأبوك تقبل هذا النمط من التعاقد على حلالك؟ فكانوا يضحكون، هذا الأمر غير منطقي وغير عادل. وأساس الموضوع بالمجتمعات العدالة والمساواة، كونك أني أخليك تتمتع بهذه الأملاك وهذه مال عام، كلنا مسؤولين بكرة فيها. ولذلك مع كل الضجة اللي انثارت حول هذا الموضوع ما قدروا يتحركون بالعلن، لأن يدرون هذا الموضوع بالعلن فيه ردة فعل قاسية بالمجتمع. تحركوا بالخفة. بنهاية المطاف حيد جزء كبير من الموضوع اللي كان يعتقد في صحة مسلكي في موضوع إدارة هذا الملف، لكن بنهاية المطاف أنا كنت أعلم يقين أن أنا داش معارك وداش معارك ضروس، لأن هذا موضوع في مصالح بمئات الملايين، ما راح أحد يتنازل بكل سهولة ويسلم للواقع وللمنطق وللقانون. وسعيد اني حققت هذا الشيء، سعيد بحب الناس وتهليهم وترحبهم من اقصاها لاقصاها. هذا امر ما كنت اتوقع، لكن الله يجزاهم انصفوني، المجتمع انصف.